قبل مغادرته الإمارات، الرئيس العليمي يزور العميد طارق صالح للإطمئنان على صحته وعضو مجلس الرئاسة الأسبق سالم صالح محمد. اللواء العرادة يناقش عددا من القضايا الميدانية والإنسانية بصنعاء وحجة. الكثير يطلع على سير عمل السلطة المحلية بمديرية دار سعد ويشيد بدور اللجان المجتمعية في خدمة المواطنين بالعاصمة عدن. السلطة بحضرموت تدشن مركز الرعاية الصحية الأولية الشاملة بمدينة الهجرين بدعم من مركز الملك سلمان. مدينة المكلا تشهد توزيع 80 محركا بحريا ثنائي الأشواط على صياديها. الهلال الإماراتي يكرم متطوعيه في المكلا بمناسبة اليوم العالمي للتطوع ويتفقد أعمال حفر بئر مياه ارتوازية بغيليبة وزير.